وإلى محافظة لحج، حيث شن طيران العدوان السعودي 5 غارات على مثلث العند وغارتين أخريين على منطقة الحسيني بمديرية الحوطة. إلى ذلك، أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولات عناصر تنظيم القاعدة اختراق بعض المناطق واتلال الهامة والتقدم نحو مثلث العند. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية أحرزت تقدما كبيرا باتجاه مصنع إسمنت الوطنية في المحافظة بعد السيطرة على التلال المحاذية له. وفي محافظة عدن، شن طيران العدوان غارات عدة على منطقة العريش التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية وميليشيات الفارهادي المسنودة بعناصر تنظيم القاعدة.